ديسك الرقبه ومشكله الديسك تبع الرقبه بسيطه كثير اذا فهمناها واستوعبنا كيفيه وشفنا الصور اللي مصورينه يمكن اكس راي او ام ار اي وشفنا هالصوره كيف مقسمه وكيف شادين الفقرات على بعضهم او طالع الديسك الى اخره. اليوم فقرات الرقبه من ورا مفروض تكون مستقيمه، مستقيمه مش معناتها جالسه هيك، مستقيمه معناتها مطعوجه طعجه بسيطه لورا، هي سيرفيكال كيرف بنسميها، يعني الرقبه لازم يكون فيها طعجه من هون. هلا شو بيصير مع الوقت على كتر العود والسنين والحركه الغلط بصير نوطي رقبتنا يمكن شوي شوي، بصير بدل ما تكون مطعوجه فقرات الرقبه من ورا بصير شوي شوي تجلس، بصير جالسه. رح احط لكم صوره، بشوفوا الصوره كيف بتصير الفقرات جالسه، بس تجلس الفقرات بهالشكل اللي هي بيسكلي منه شيء صحي ابدا، بيضغطوا الفقرات على بعضهم وبيطلع الديسك، وبس يطلع الديسك بيضرب بالعصب وهذا العصب رح يعمل لي مشاكل واوجاع، وبصير الوجع ينزل من كتفي على ايدي على اصابع ايدي، لانه الاعصاب كلها بتطلع من الفقرات مثل ما كلكم بتعرفوا، وهيدا الوجع ناتج عن هالانكراس او الديسك اللي طلع اللي دق بهالعصب واللي بلش يعملنا هالتنميل وهالاوجاع كلها. اليوم بدنا نبلش بدنا نحكي بهالفيديو عن حركات رح اعطيكم اياها كثير بسيطه تقدر تفتح لكم هالخرزات عن بعضها، تقدر تخلي هالديسك شوي شوي يرجع لمحله، بتخلي الوجع يخف، وبتخلي التنميل يرجع شوي شوي من اصابع الايدين، يرجع يطلع شوي شوي على الايد على الكوع على الكتف، شوي شوي بيصار على الرقبه وبيختفي من ورا. هلا كل حدا شيء، في ناس بيبقى طالع مثلا اكثريه الناس الديسك بيكون طالع اذا عندهم ديسك بالرقبه من السي 4 سوري من السي 5 والسي 6، هدول اكثر مطرح اكثر خرزتين بيتحركوا، واذا وخفت الحركه عليهم بيتجمدوا بيصيروا يشدوا على هالديسك وبيصير يطلع. سو هدول هن وموقعهم يوجولي بالكعب، هاي النقطة التحتانية كثير بتأثر وهي النقطة الأساسية اللي خفت عليها الحركة وكل النهار لأنه قاعدين بهالشكل. كثير حكينا من قبل عن الديسك وعن الفقرات تبع الظهر ونفس المبدأ هو عم يتطبق. إذا كان من مالي تحت الديسك أسفل الظهر من تحت بده يكون في عندي هالخسفة الصحية اللي بيقعد بهالشكل دائما بيكونوا عم يشدوا الفقرات، وبنفس الشيء الرقبه من فوق لازم يكون عندنا الخسفه الصحيه اللي بنخ كل الوقت هيك رح يصير في عندنا انكراس ويمكن يطلع الديسك ويعملنا هالمشاكل. لنوصل للحل، الحل كثير بسيط، بدي ارجع علم الخرزات تفتح طلوع. مشان هيك اول شيء ببلش بحركتين او ثلاث حركات تحميه، رح اعطيكم ثلاث حركات تحميه او اربع حركات هلا بشوف. بدي منكم حيلا حركة من هالحركات بتعملوها إذا ضايقتكم اعملوا معروف دغري وقفوا، يعني بتحسوا على الحركة إذا ضايقت ولا منيحة. أول حركة هي بنحط إيدينا على صدرنا، بنوطي كتفنا بهالشكل، بنشد رقبتنا لورا، بنبرم شمال يمين 30 مرة. تاني حركة رح اطلب منكم تعملوا تشنتك، بتشدوا رقبتكم لجوا، بتعلوا وتوتوا شوي شوي، بتعلوا بتوتوا، ما توتوا كثير لانه هي المشكلة الأساسية، مشان هيك ما بعطيها بهالشكل للحركة خصوصا اللي عندهم مشاكل بالديسك. سو بوصل على النص تقريبا برجع بعلي، بعلي شوي شوي، مش بعلي دغري، بسحب رقبتي شوي شوي لورا وبعلي عامهلي، شوي شوي لورا وبعلي عامهلي، برجع بنزل شوي شوي لورا. بنكمل ل 30 مرة، نعملها 30 مرة. تالت حركة بدي كمان ثبت كتافي محلهم، بشد رقبتي لجوا، بدي اتخيل انه في زيح طالع من منخوري من هون،
بدي ابرم شمال يمين، يعني ركز على شيء طالع كأنه طالع من هون، ببرم شمال يمين شمال يمين 30 مرة شمال يمين. بذكركم إذا حدا وجع من وراء حركة معينة من هول في أفيها، ما بدي حدا يتمرن عن وجع، عمله معروف، خلي الجسم يقلنا إذا الحركة منيحة ولا لا. هيك وقت يكون معي حدا من تلاميذي عم دربه، هدول التعليمات اللي بعطيها دايما، كل حركة فيها وجع بليز تجنبها، منلاقي ألف حركة غيرها ما في أي مشكلة. عندي هيدي الحركة بدي أعملها 30 مرة كأنه عم يبرم راسي شمال ويمين، والدينة كمان كأنه هيدي الدينة عم تطلع صوب السقف والدينة التانية عم تقرب على الكتف، بعملها 30 مرة. وراح أعطيكم حركة بونسية، شنتك شنتك كتير صحية للرقبة، ظهري رقبتي جالسة معرم، بشد وبرخي بشد وبرخي بهالشكل، هاي الحركة بتقوي لي العضلات تبع ديب نيك فلكسز، عضلات الرقبة من جوا، بعملها 30 مرة. بتحسوا عضلة من هون عم تشد وعضلة من ورا عم ترخي، هيك بنساعد هالفقرات يتغذوا بالدم، ومثل ما بتعرفوا انه الدم بيحمل معه كل الغذاء، يعني اذا قد ما كنا عم ناكل ونتغذى وناخذ فيتامينات ويمكن ادويه، على فوق الادويه منا كلها منيحه، ما ننتبه من الادويه، ما قد ما فينا نتجنب الادويه، نتكل على الاكل والنظام الغذائي والحركه المضبوطه، بس شو ما اخذنا غذاء بهالدم، اذا الدم ما عم يوصل على المنطقه والمنطقه ما عم تتحرك، فعم نشتغل بطريقه منا فعاله ابدا. لازم هون اهميه الرياضه والحركه الصحيحه توصل الدم للمنطقه اللي بدنا نصححها. سو هيدي النقطه المهمه. هلا من بعد ما حمينا فقرات الرقبة والرقبة صارت معبية دم وحامية، صار فينا نشغلها على بعد أعلى شوي، منجيب منشفة، أنا عندي منشفة من هالنوع، منشفة كلنا عنا منشفة بالبيت، نبرم المنشفة بهالشكل، منحطها تقريبا على منحطها على الطرف لتكمش مزبوط، منحطها على كعب الرقبة من تحت، منبلش منشد المنشفة مزبوط، وعلى المنشفة كأنه فولكروم، يعني كأنه لقطة الفقرة مظبوط، بصير شو بعمل؟ بعلي وبوطي، بعلي وبوطي، بعلي وبوطي، بعملها تقريبا 30 مرة، بعلي وبوطي، بعلي وبوطي، برجع نفس المطرح، بعلي ايدي شوي صغيرة، بعلي وبوطي، بعلي وبوطي، بعلي وبوطي. انا تقريبا لاقي المنشفه على السي 5 سي 6 على الفقرات اللي منصابه، تفتح الديسك محل ما هو مسكر، بعلي وبوطي، برجع بعد ما اخلص 30 مره من هون، بعلي ايدي اكثر كمان، بعلي وبوطي، بعلي وبوطي، هلا في البعض بتكون الديسك ميل على فرد ميل، يعني بكون عندي فقرات ميل على فرد ميل، كيف فيني اعرف؟ بدي بلش اشتغل بهالشكل، بثبت المنشفه بهالشكل، برجع لورا وببرم على جنب، برجع لورا ببرم على جنب، برجع لورا ببرم على جنب، وشوي شوي اذا لقطت المطرح اللي عم يريحني بضلني عليه، لنقول انا هيدي الميله عم تريحني، شو بعمل؟ ببرم وبفتح دغري، ببرم بعلي وبفتح، بعلي وبفتح، بعلي وبفتح. كل واحد بيصير يختبر جسمه، اكيد انا بفضل دائما يكون معنا شخص مخصص يقدر يساعدنا ويعطينا، بس اذا ما عندكم هالشخص وانتم بدكم تختبروا بليز الحقوا الوجع، كل شيء بوجعكم وقفوا، كل شيء بريحكم فيكم تكملوا فيه من الحركات اللي عم بعطيكم اياها. سو برجع وبعلي، برجع وبعلي، برجع نقي المطرح الأكثر شيء عم يريحني، ممكن يكون على النص، ممكن يكون لفوق، فينا نعمل شغلة كمان، نحط إيدنا هون
نشد على ايدنا كمان، كمان هي حركه حلوه. 30 ثانيه كمان بتقوي العضلات وبتفتحهم بطريقه مظبوطه. فيها تكون ايدنا هيك كمان، كمان هي حركه حلوه كثير، فينا نزيدها ونضيفها على الحركات هوليكي. كمان بعطيها ممكن كثير تريح ناس معينه عم يعانوا من هالوجع. وحسب الدراسات الديسكات بتقدر تشفي حالها. في كثير اوقات الديسك بيطلع من محله وبعد فتره جسم بيتخلص من الشقفه الطالعه وبتروح وخلص، وبيرجع كل شيء محل ما هو، كل شيء بيرجع منيح. بس بطلب منكم دائما تحملوا وجع وجربوا، لاقوا الحركات المناسبه لتقطعوا مرحله الوجع باخف طريقه ممكنه لتروح ويروح الديسك معه، وتجنبوا قد ما فيكم العمليات. اعملوا معروف انا ما بحب ابدا العمليات، كل شيء فينا نتركه بلا عمليه شو ما كان احسن لصحتنا. واكثريه الحركات الرياضيه الذكيه اذا انتم مع حدا مخصص بيعرف شو عم يعطيكم، ايش يا وين المشكل، ايش يا وين الحل، وعنده خطه ليصلحكم، بيكون عم يريحكم مظبوط، وعم يحل لكم المشكله الحقيقيه، وعم عم يوصل للسبب اللي وصلكم لهالمشكل. وهيدا افضل شيء ممكن تعملوه لكم ولصحتكم بحياتكم كلها. وهيدا صراحه الشيء اللي بعمله انا، بحلل ليش صار المشكل، بصلح المشكل من جذوره، ما بعطي دواء لسكن المشكل وخلي هذا الدواء يحل محل، يشيل الوجع بطريقه منا حقيقيه، وبس يخلص مفعول الدواء بده يرجع الوجع من اول وجديد. ما بكون عملت شيء، بكون ضريت معدتي، زيت معدتي ومحلات المشكل من الاساس. بتمنى عليكم تحلوا المشكل، تفهموا ليش صاير، كيف صاير، وكل مشكل بالجسم له حل. هيدي بعد خبره 29 سنه عم خبركم اياها لهالتاريخ، 29 سنه عم بكتشف انه كل مشكل بجسم له حل. المهم نحط له خطه مضبوطه تنقدر نحله. بتمنى عليكم اعملوا معروف، اعملوا سبسكرايب لهالشانل اذا حبيتوا هالفيديو، اعملوا شير لكل اصحابكم اللي هن بحاجه لهيك انواع من الفيديوز ليفهموا يوعوا وتساعدوهم اكثر لاوجاعهم. اعملوا لي كومنت بشو بتحبوا نعمل فيديو للمستقبل، وبتمنى لكم نهار رائع، وبدي اقول لكم انجوي يور داي، سي يو.